السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل كتاب جوينت 2024 تالت ثانوي. آسف لو أنا اتأخرت، يمكن آخر فيديو نشرته كان من مدة وأنا مش منتظم قوي، بس إن شاء الله الأسبوع ده نحاول نصور كل يوم. هي بس الفكرة كلها إن في القناة كل ما أعمل حساب أدسنس اترفض، كل ما أعمل حساب أدسنس اترفض، هو دلوقتي الحساب الحالي كده الانتظار يعني. فانا مش عارف هل هكمل في القناه دي ولا نعمل قناه جديده ولا الدنيا تبقى عامله ازاي. بس الى الان يعني انا سالت ناس تفهم في الموضوع ده، قالوا لي لو طالما المشكله في ادسنس كده كده غير البيانات وشوف حساب تاني. المهم عشان ما اشغلش وقتك، تعال نشرح النهارده بقى ايه قاعده مش مهمه ما بتجيش قوي في الامتحانات، بس اخر 3 4 سنين ما بتجيش، اللي هي بقى الدفعات من اول 2021 اللي هم كان معاهم تابلت زيك بالظبط، 2021 22 23 ما جاتش، اخر 3 سنين ما جاتش، وبرده اخر 4 سنين ما جاتش، وايامي برده ما جاتش. فالفكره كلها ان انا بس عايزك تعرف خطوط العريضه اللي في القاعده دي. القاعده دي بتتكلم عن ايه؟ هشرح لك بس حاجات رئيسيه فيها، وباذن الله وقت الحل بقى هنبدا نحل ونفسر ليه اخترت كده. والحصه بتاعت القاعده اصلا انا ببقى ايه، ببقى حبيبها يعني، ببقى هاضمها، بتبقى حصه كويسه. طيب القاعده النهارده اسمها ايه؟ اسمها الصفات. اللي عايزك تعرفه في الصفات التالي، قبل ما اجي لك لحته مقارنه الصفات واقسم لك صفه طويله وصفه قصيره والكلام ده كله، الصفات انا عايزك تعرف ان هي تصف الاسم وتاتي قبله. تصف الاسم وتاتي ايه؟ قبله، قبل الاسم يعني. قبل مين؟ قبل الاسم. طيب عايزك تعرف ان هي تاتي بعد فيرب تو بي، وعايزك تعرف برضو اللي هي تأتي بعد أفعال الشروع والحواس. يبقى ده الايه؟ ده البليس بتاعها مثلا، ده المكان بتاع الصفة، ده المكان بتاع الايه؟ بتاع الصفة. يعني تصف الاسم وتأتي قبل الاسم او بعد فيرب تو بي او بعد أفعال الشروع والحواس. اديني مثال لكل واحدة كده سريعا. لو قلت لك تصف الاسم وتأتي قبله، بقول لك مستر عبد الرؤوف، نمدح شويه في نفسنا بقى، عبد الرؤوف، تعالى كده بس نعمل ايه، نتخطى الحته دي. لو قلت لك مستر عبد الرؤوف has a clever skill، عنده مهاره كويسه. لاحظ السنة عشان هيديك حتة مهمة كده. كلمة سكيل دي اسم، اسم مفرد ولا اسم جمع؟ هو اسم ايه؟ اسم مفرد. فجي قبله صفة، فالصفة بتصف مين؟ الاسم. تصف المهارة، ان هي مهارة ماهرة، مهارة كويسة. فيقولك قبل الصفة بيجي حاجة من الاتنين، يا اما يا اما ان. مش عايز اقولك ان ان دي سهلة، بتيجي مع الفاولز اللي هو الاي والاي والاي والاو واليو، تمام؟ فلما بقول لك A clever skill، طب انا عايز اقول لك سكيلز كتيره، مهارات كتير، يبقى هحذف الا واقول لك سكيلز، يبقى has clever skills، مهارات كويسه او excellent، ممتازه، او اي صفه بقى. يبقى اول حاجه الصفه تصف الاسم وتاتي قبله. طب تاتي بعد فيرب تو بي، اقول لك هي از هابي، هو سعيد. الناس بتشترك في القناه وبتعمل لايك وبتروح على تيك توك وتشوف الريلز وتشترك على الفيسبوك وتظبط الدنيا دي. تابعنا، تحاول نكبر القناه طالما انت بتفهم، تحاول تشوف غيرك بحيث برضو ان اللي احنا نتشجع اكتر ونبدا ننزل اكتر فيديوهات ونهتم بالموضوع اكتر، نديه من وقتنا، لان برضو شغالين في برايفت وشغالين في مجموعات في ابتدائي ومجموعات في اعدادي وكده، بنظبط يعني الدنيا ان شاء الله يعني الحال كويس يعني. وشغالين على كذا حاجه، حته الكورس برضو بحاول اوفر ليه منصه، وشغالين على كذا حاجه. فهي از هابي، يعني ايه از هابي؟ هو ايه؟ هو سعيد. ادي فيرب تو بي اللي هو ام او اذا وار، بيجي بعده الايه؟ الصفه اللي هي ايه؟ اللي هي هابي. طب ايه افعال الشروع والحواس؟ لما اقول لك افعال الشروع والحواس عامه اللي هي او احب انا اقولها اللي هي فعل زي فيل، فيل اللي هو ايه؟ يشعر. فعل زي بيكم، يصبح. ما افعال كده ممكن ابقى حددتهم معاك، اعتقد الكتاب ده جايبهم يعني. لما اقول لك مثلا برضو هي، بس مش هقول بيكم بقى، هقول بيكمز، هو اصبح. ممكن اقول لك هابي برضو، سعيد، ما مش اي مشكله، تمام. اي فيل هابي، لو حد عنده اخ في سنه ثالثه ابتدائي
هيعرف ان اول يونت عندهم اسمه هاو دو يو فيل، ترد عليه تقول له اي فيل هابي. بص على اليونت الاثنين عندهم، وات از ذا ماتر؟ اي فيل سيك. فكره اي فيل بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها صفه. دي على ثالثه ابتدائي المنهج الجديد. تمام، عرفت مكان الصفه، تصف الاسم وتاتي قبله، قبل الاسم، بعد فيرب تو بي، بعد افعال زي فيل وايه وبيكام. طيب دي الصفه يا استاذ، الصفه بتتجمع عمرها، اللي يقول غير كده كذاب. الصفه اللي يقول كده كذاب، او الصفه عمرها ما بتتجمع، يعني الاسم هو اللي بيتجمع، ولكن الصفه بياتي قبلها ايه او ان. الحته اللي انا شرحتها لك هنا بقى يا استاذ، يبقى يجي قبلها ايه او ايه، ايه او ان. لو الاسم هنا اسم جمع يبقى شيل ايه او ايه، اسم مفرد حط ايه. لو هنا بتبدا بحرف كونسوننت الساكن، طب بتبدا بحرف المتحرك. طب اديني مثال كده المتحرك، الله قبل ما ننتقل للجزئيه الثانيه، يعني لما اقول لك ات واز، انه كان، ان ايزي اكزام، كان امتحان سهل يا استاذ. ادي ان، ادي صفه تصف الاسم وتاتي قبله، وجاء قبلها ان لان ايزي بتبدا بحرف ايه؟ بحرف متحرك. تمام كده الصفات. طب دي الصفه انا اطلقتها على اسم، اطلقتها على واحد. طب لو انا عايز اعمل مقارنه يا استاذ، فلان او امتحان الانجليزي اسهل من امتحان العربي، فقارنت ما بين حاجتين، قارنت ما بين ايه؟ بين حاجتين. طب انا عايز اقول لك الامتحان الانجليزي كان اسهل امتحان في الامتحانات كلها، يبقى قارنت ما بين حاجه وبين مجموعه. تمام؟ طيب فيقول لك يا مستر برضو الجزئيه بتاعت مقارنه الصفات، قال لك الصفات قبل ما تعرف مقارنه الصفات لازم تعرف انواع الصفات. ركز، انا اقول لك هنا حته مهمه مش هتعرف تعرفها وتدعي لي بجد لما تروح الجامعه، تروح تربيه انجليزي او السون انجليزي او اداب عامه، الناس اللي بتدرس انجليزي بشكل اعمق، يعني كل الكليات عامه بتدرس انجليزي، ولكن التخصص بيدرس بشكل اعمق، يعني طب بياخد برضه انجليزي، تمريض بياخد انجليزي، هندسه بياخد انجليزي، بتاخدها كماده، يعني كلام سهل كده، يعني بيبقى سهل. تعالى لي هنذاكره لك برضه من القناه ونشرح فيها لطلبه الجامعه. انواع الصفات قلت لك في صفه قصيره وفي صفة ايه؟ وفي صفة طويلة. تمام كده؟ تمام. قيسها ازاي بقى؟ هل باجي متر؟ الصفة دي طويلة والصفة دي قصيرة؟ قال لك لا. قال لك على حسب النطق. وهنا بقى الحتة الأصعب من الأولانية. يعني أنت تجيب متر أحسن، تقعد تقيس كده. طبعا مفيش الكلام ده، بس يعني الواحد إيه. فيقول لك يا مستر الصفة قصيرة أو طويلة على حسب النطق أو على حسب المقطع الإيه؟ الصوتي. يعني يا استاذ على حسب المقطع الصوتي، حاجه بتتنطق على كذا مره. طب انا عايز اقول لك بقى الحته دي بقى بتاعت الجامعه بقى اللي انا موصلك عليها، ازاي اعرف ان دي بتتنطق من مره ودي بتتنطق مرتين، او ايه اللي بيحدد دي؟ قال لك عندي حاجه في الانجليش اسمها السيلابول او المقطع الصوتي، وقال لك ان كل سيلابول لازم يكون فيه فاول ساوند، حرف متحرك، يعني على قد الحروف المتحركه على قد المقطع الصوتي. مثال يوضح الدنيا دي كلها. خلي بالك والله ما هتلاقي حد يقول لك الكلمه دي، وحد قالها لك على يوتيوب من مدرسين ثانويه عامه اعمل لي منشن فيها. امين. طيب ركز معايا في الحته دي. على حسب السيلابولز بقى يا استاذ، يعني كلمه طول فيها كام حرف متحرك؟ حرف واحد، فتتنطق من مره واحده. شورت كام حرف يا استاذ؟ حرف واحد، فتتنطق من مره واحده. ام بور تن، ثلاث حروف فبتتنطق من ثلاث مرات، ادي واحد، ادي الثاني، ادي الثالث. يا ابني عيب عليك، قلت لك اكاديمي، احنا ناس اكاديميين، راجل دارس تربيه انجليزي، فاهم يعني ايه مدرس، فاهم بيتكلم ازاي. ما تقعدش بقى تسمع فلان بتاع طب اللي بيشرح احياء، احنا مال الاحياء ومال الطب؟ مال المهندس اللي بيشرح فيزياء ولا بيشرح رياضه؟ خليك في الهندسه، سيب بتوع تربيه يشرحوا، هم الناس قصروا في حاجه؟ ايه ده؟ المهم الحمد لله الواحد في مود كويس يعني في الحصه دي. فهنا ايه؟ امبوتنت، في كم حرف فاول؟ ثلاثة. بتتنطق على كم مرة؟ ثلاثة. يبقى الأول بقى كانوا يقول لك إيه؟ إذا كان حاجة اتنطقت من مرة، إذا كانت اتنطقت من مرتين، أنا عليت لك دماغي بقى وديتك للأكاديمي، طلاب الجامعة هناك عند المحافظة، تربية محافظة وتأمين والنحاس. ربنا يبعدك عنها يا ابني، تربية طب طبيعي. المهم يبقى اتنطقت على حسب عدد الباولز، على حسب السيلابولز بتاع المقطع. تمام يا استاذ. طب نرجع لي بقى للمقارنه تاني، قلت لك صفه طويله وصفه قصيره، كلام سهل بقى ده اللي جاي ده يا استاذ بتاع ابتدائي.
يبقى القصيرة قال لك في نوعين من المقارنة، مقارنة بين واحد وواحد ومقارنة بين واحد ومجموعة كتيرة يا أستاذ. قال لك واحد وواحد صفة قصيرة، اوعى تقول لي صفة وتسكت، صفة قصيرة اي ار ذان، ماشي يا عم معروف. واحد ومجموعة قال لك ذا وصفة قصيرة واي اس ها اي اس دي. عمر از تولر ذان محمد، ابدأ بمحمد. از شورتر ذان عمر، عمر ذا تولست بوي اي هاف ايفر سين ان هيز كلاس روم. سهله اركنها والله سهله اركنها. طيب تعالى على حته الصفه الطويله اللي قلت لك نضع اكتر من مره فيها اكتر من فاول. قال لك برضه حتى الاثنين يا استاذ، لو انا عندي مقارنه بين واحد وواحد مور، لو انا معنى اكثر وليس، لو انا معنى اقل. وبعدين صفه طويله وذان، هنا ذا موست وذا ليست وصفه طويله. اتمنى تكون فهمت يا استاذ. انت بتقول الكلام ده في خمسه ابتدائي، فين الافكار وفين الحلويات والتركات بتاع الثانويه عامه؟ والله يا ابني انا حتى المكان اللي بدي فيه درس وبدي فيه وبيجي فيه طلبه ما بدوبش الافكار كلها في حصه واحده. استحاله استحاله انت كعقليه تستوعب كل الافكار في وما تقعدش انت تشغل نفسك باللي انا اقعد اجمع كشكول فيه كل الافكار بتاعت الماضي، وتيجي لحد في الامتحان وتحل هتلاقي فكره جديده. وقعد تشغل بالك بقى الكشكول راح فين وقعد تضيع مذاكرتك. انا بعرف بفهم الخطوط العريضه الدنيا ماشيه ازاي، راح فين جايه منين، وابدا احل مع الحل هلاقي تريك اروح كاتب جنبها كاتب جنبها. يعني الخبرات بتيجي بالحل، عمرها ما جت بالشرح ابدا. اشرح ما تشرح هتطلع لك افكار جديده برضه في كل المواد مش في الانجليزي بس. والفيزياء حط تحت الفيزياء دي متخط. المهم فهمت كده يا باشا الصفات بشكل عام، فهمت الصفه، فهمت مكان الصفه، فهمت المقارنه بين الصفات، فهمت انواع الصفات طويله قصيره وامتى بحددها. تمام خش لي بقى كده في الحل، ومن خلال الحل هنقابل افكار جديده وهن ايه هنظبط الدنيا ان شاء الله. انا عايز بس اعرف التوقيت عشان ايه التوقيت ده انا بحتاجه. طيب تمام كده 13 دقيقة في ال ماشي ركز كده معايا. افتح يا باشا كده كتابك بقى صفحة 75 قدامك وهنحل القاعدة ديت، وإن شاء الله يعني هنحاول نخلي فيه فيديو كمان النهاردة أو يعني إيه مسهرين مع بعض يعني. ولاد ذا نايل نهر النيل يا لمسهر. إز نقط ريفر إن أفريكا، في أفريقيا. ده إحنا مش شغالين عن الفيكس ده. لحظة واحدة لحظة واحدة وقف يا ابني عشان مش شغال على الفيكسد اسمه ايه ده؟ والله عفوا لان انا كنت فاتح على برنامج غير البرنامج اللي انا متعود عليه، هو ده البرنامج اللي احنا بنفتح منه يعني. فتعالى كده افتح كتابك معايا على الصفات، نبدا نقرا كده مع بعض سريعا وبعدين نتجه للحل. يقول لك الصفه الصفه يا استاذ تصف الاسم والضمير، وتاتي الصفه قبل الاسم، ده الحته اللي انا شرحتها لك. تاتي بعد الافعال الاتيه اللي هي افعال الشروع والحواس اللي انا قلت لك عليها، بعد الضمائر برضو حته الضمائر دي تركز فيها يمكن انا ما قلتهاش. دي من ضمن الافكار برضو. تنقسم الصفات الى صفه قصيره تتكون من مقطع واحد، وعرفتك ازاي تعرف المقطع الواحد، وصفه طويله تتكون من اكثر من ايه؟ اكثر من موقع. الصفه العاديه بقى يا استاذ قال لك عند تساوي الصفه از او نوت از، خلي بالك از او سو، صفه از دي حاله دي تساوي ودي ايه؟ ودي عدم تساوي للصفات. في طريقه اخرى برضه يا استاذ في المساواه، بيقول لك اس صفه اس دي سهله، ذا سيم واسم از او ذا سيم واسم، هنا برضه بيقول لك هنا فاعل وفاعل فعل ذا سيم. بص سيميلر تو، بس هو مركز في اول اثنين دول عامه. الصفات كلها والله ما بتيجي في الامتحان، بس انت يعني ايه حاول تقرا قرايه سريعه ما تضيعش وقتك في الافكار زي ما انا قلت لك. صفه قصيره اي ار ذان مور ليس صفه ذان، دي اكثر من دي اقل من دي. واحد وواحد، واحد مجموعه زي الصفه اي اس تي، هنا ده موست او ده ليست والايه والصفه. لاحظ برضو انت تستخدم موست عشان الحته دي ما قلتهاش من ضمن الافكار، بدون ذا وهناك بمعنى فيري تيجي بمعنى جدا. لاحظ استخدام لو في ابوستروفي او صفه من صفات الايه الملكيه، ده نقولها برضو في الحل. صفات الشاذة طبعا دي تتحفظ دي كده حفظ زي ما هي، وبتيجي بالخبره يعني. بيتر بيست وورس فورست حاجات زي دي بتيجي بالخبره. ماشي بقول لك برضو ممكن يجي هنا نحدد مقدار الصفه، ممكن احط قبلها ماتش او الوت فار
لاحظ هنا بقى ان الحاجات دي مهمه، ده كده مهم ودي كده كنت هقولها لك وانا بحل على فكره. لاحظ برضو حته كلما كلما ذا مور ذا مور ذا مور ذا هاير او ذا هاردر ذا بيتر، الحته دي مهمه برضو. و I have ever seen استخدام المضارع التام مع حالة الصفة الثالثة. That never the tallest boy I have ever seen، ده مش عارف ايه I have ever seen، الكلام ده كله سهل يقلبه. لاحظ التركيزة بتاعت ذا وصفة و ER of two، طالما قال لك two يا باشا بص بس عشان الحتة دي هقولها لك برضه وانا بحل، طالما قال لك two اعرف ان هما اتنين. اصل two واصل هو الثالث بتاعهم واللي الفكر اللي الافلاطوني ده ابعده عن دماغك، يعني يقول لك ازاي لما تلاقي تو خد اللي فيها اي ار اكتر من تو، حط بقى اي سي تي عاملها كانها معامله ايه واحد ومجموعه، عشان بس الدماغ انا فاهمها، فاهمها كويس، فاهم دماغك كويس. الحاجات دي كلها انا اقولها لك في الـ في الـ لما نيجي نحل بتاع الحل بقى على طول كده صفحه 78. يقول لك ده نايل نهر النيل نقط في افريقيا، بقارن ما بين نهر النيل وبقارن ما بين الانهار اللي موجوده في افريقيا، يبقى هو ذا لونجست، ده والصفه اي اس اي واي اس تي، ده نقط عفوا كده كمل بقى كده يا استاذ. ذس نقط ذا فيلم اي هاف ايفر سين، لسه قايل لك تركيبه المضارع ده وخصوصا لما يكون فيها ايفر يبقى صفه درجه ايه؟ درجه ثالثه. يبقى فين الصفه درجه ثالثه؟ ده الصفه اي اس تي، فين ده الصفه اي اس تي اللي هي رقم ايه؟ رقم ايه؟ I don't think انا لا اعتقد ان this winter هذا الشتاء is last winter، يبقى انا اختار هنا يا استاذ as cold as، ليه يا استاذ؟ لان انا بقارن ما بين this هذا الوينتر والوينتر اللي فات يا استاذ، المقارنه بين واحد وواحد، بس خلي بالك هنا حاله تساوي الصفات، تساوي الصفات بقول as صفه as الصفه ايه؟ الصفه as، يبقى انا اختار انهي؟ اختار الاولى يا استاذ. That this man isn't نقط مستر علي، قال لك perhaps is shorter ربما اقصر، يبقى هو مش في طول مستر علي، يعني يا استاذ مش في طول مستر علي، يبقى ده حاله عدم تساوي الصفات. لو عدم تساوي الصفات قلت لك not، قلت لك يا اما as صفه as يا اما so صفه as، في يا استاذ اللي هتحقق لك الموضوع ده، يبقى نختار انهي؟ هختار احنا هنا السؤال ده رقم كام؟ رقم اربعه، يبقى اختار دي so صفه as so صفه as. تمام عفوا بس نعمل لله نظبط دي كده تمام. تعالى السؤال الخامس كده nobody ما فيش حد here is نقط احمد ده. يبقى نختار يا استاذ هنختار as efficient، ما فيش حد هنا في نفس كف احمد ولا as efficient as، يبقى انا بقارن هنا اولا ما بين ان مفيش حد خالص no one واحمد اللي هو ايه واحد واحد صح، يبقى انا اقول لك as efficient ايه as efficient as احمد، مفيش حد هنا في كفء احمد تمام. تعالى كده برضه عشان انا اصلا مش فاضي من الجمله دي هنا يا استاذ no one او nobody nobody here is نقط احمد، لا ليه ما قلتش most؟ طبعا مفيش حاجه اسمها موست زان، هي اسمها مور تمام، يبقى كده غلط. طب ليه ما قلتش از؟ لان از عايزه از، يبقى دي كده غلط. افيشنت احمد ما ينفعش اصفه بالكفء وانا كده بقارن ما بين حاجه وحاجه، يبقى انا هختار هنا ايه؟ اختار دي هي الاصح تمام. رقم 6 يا استاذ ذا ايديا الفكره ساوندز تب دو نقط، الفكره انا عايز اعمل لها وصف، خلي بالك ان هنا تبدو زيها زي فيل زيها زي بكم زيها زي الافعال اللي انا قلت لك بيجي بعدها صفه. فين الصفه يا استاذ؟ انا عايز برضه اضيف لك حته بقى عشان بقول لك هنا حته الشرح هو اللي بيجيب الافكار. الصفه يا استاذ في صفه منها او اخرها اي دي وفي صفه اخرها اي ان اي ان جي، قال لك اللي اخرها اي ان جي ده يا استاذ تصف الشيء او الغير عاقل. طب الصفه اللي فيها اي دي يا استاذ تصف عاقل، ولكن في حاله يمكن شاذه ياتي بيها بعض الكتب الخارجيه اللي بتتفزلك وبعض مذكرات المدرسين اللي لازم يكون فيها فزلكه عشان اعرفك ان انا البوكل بتاعي رايق او انا المنزله بتاعتي رايقه، ويا عم لا رايقه ولا حاجه والله الدنيا بسيطه وابسط من كده، بس يعني ما تعقدناش على بعضنا. يقول لك الصفه اللي فيها اي ان جي تصف الغير عاقل او تصف العاقل،
ازاي تصف العاقل يا عم؟ قال لك اذا كان هو السبب في المشكله وهو اللي تسبب في المشكله. اديني لها مثال، هديك مثال واحنا ماشيين، مش مدي لك مثال دلوقتي عشان تكمل للاخر كده. طيب بص يا استاذ كمل، يبقى هنا صفه غير ايه؟ غير عاقل. يبقى حط لها اي ان ها اي ان جي، انزل عليه بعدها شيء لوك ده برضو عايزه بعدها صفه. يبقى هنا الصفه دي هتصف شيء اللي هي يبقى هتختار اللي فيها اي دي. بس خلي بالك هنا اند ران اواي فروم، هي جريت من الكلب، يبقى هنا هي اللي ايه؟ هي اللي خايفه، يبقى خد الاي دي. انما لو هي اللي خوفت الكلب هتحط لها اي ان ها اي ان جي، هي سبب في خوف شيء. يبقى لو الانسان العاقل سبب ان انا خوفت حد يبقى ده هحط له اي ان اي ان جي. وضحت؟ وضحت الحته اللي فاتت؟ ماشي، اتمنى تكون وضحت. تمام يا استاذ. دي وير ادي فيرب تو بي عايز بعده صفه، يبقى نختار هنا فورشنيت، راجل محظوظ، راجل لك. دو يو وانت نقط هاوس، هاوس هنا منزل، يبقى نختار ابيج. لسه قايل لك من شويه تصف الاسم وتاتي قبله، وبيج حرف ساكن، يبقى انا اختار ايه؟ اقول لك حرف متحرك، اختار ان. رقم 10 يا استاذ، اي ثينك ليتل جنى، الجنى الصغيره ديت لوكس بيتر، تبدو افضل النهارده، هي تستطيع ان تروح المدرسه. طب ليه ما قلت السين؟ لان سين دي عايزه اس. ليه اس؟ لان جنى اسم مفرد، يبقى دي كده بالسلام. طب ليه ما قلتش بيست؟ انا بقارن ما بينها وما بين حاجه في المخرجش هنا، ده هو اسمها مقارنه ضمنيه. جبت سيرتها وانا بشرح؟ ابدا، ولا هجيب لك، قلت لك الافكار هتيجي مع الحل. هنا لوكس بيست برضو غلط. طيب ايه حوار بقى المقارنه الضمنيه ده يا استاذ؟ تعالى هنا في الوايت بورد كده وقول لي. هقول لك يا استاذ انت بتقول لي صفه اي ار زان، امين امين، صفه اي ار زان صح؟ مقارنة ما بين واحد ومين؟ واحد. طب لو اقارن ما بين واحد ونفسه، يعني ايه نفسه؟ نفس الشخص برضه. قال لك بحذف زان ده ايه وبسيب الصفه فيها اي اي ار بس، بسيب الصفه فيها اي ار ايه؟ اي ار. ودي اسمها مقارنه ضمنيه. يعني ايه يا استاذ مقارنه ضمنيه يا استاذ؟ لما اقول لك اي فيل بيتر، انا اشعر بتحسن توداي النهارده. طب هو فين زين؟ مش انا بيتر عايز ازن فين زين؟ وانا بقارن ما بين اتنين يا باشا؟ لا، بقارن اللي انا اشعر بتحسن النهارده. This means، هذا يعني اللي انا كنت بشعر ب شيء وحش امبارح، فانا بقارن نفسي ما بين امبارح وما بين النهارده. بس هو طالما هو نفس الشخص ممكن اشيل الزان واعتبرها مقارنه ضمنيه، يعني المفهوم ضمنا من الشيء ان هو احسن من امبارح. طيب في الحاله دي بنحذف زان يعني. اتمنى تكون بتفهم، ما انت لازم تفهم لان انا اللي بشرح لك. Which of these is an adjective؟ فين الصفه هنا يا استاذ؟ هي هارد. وهارد هي صفه وحال، يعني دي ما اختارهاش، دي ما اختارهاش، دي ما اختارهاش. هارد صفه وحال يا جماعه، غير منتظم. It's the great wall of China، سور الصين العظيم. Still نقط made man، يعني مصنع البشر. Structure in the world، هل ما زال هو الأطول أو أطول حاجة مصنع البشر معروفة؟ يبقى the longest في العالم. طالما في العالم يبقى كنا بنقعد مجموعة، يبقى ذو الصفة و اس و اس تي. In my opinion، في رأيك، it was the best meal I have ever seen. أنا قلت لك أول ما تلاقي مقطع I have ever ده أو التصريف تالت بقى المضارع التام، خد معاه ايه صفه درجه اللي هي استاذ صفه الدرجه الثالثه. بيقول لك انا استاذ مينز، الوجبات اللي فيها لحمه ار يوجوالي عاده دي ذا موست اكسبنسيف، غاليه. ده حقيقه، ده حقيقه، هي اغلى وجبات في المطعم كله. قارن ما بين الوجبات اللي فيها لحمه ووجبات المطعم ووجبات المطعم كلها. فير هاوس، المنزل بتاعهم، فروم ذا مين روت، هو انا عايز اقول لك هو نقط من الطريق، يبقى انا هختار هنا الابعد من الطريق. طب انت عايز تقول ابعد من، هو قارن ما بين اثنين؟ لا، مش عارف اسمها ذا فارذر الا بقى ذا مور، ذا مور ومفيش هنا ذا مور، دي عايزه ذا. لا، raise your voice، ارفع صوتك. Please I cannot hear you، I can hardly، وهاردلي هنا حال بتصف السمع.
استطيع ان اسمعك بصعوبة. يبقى هنا يا ريس، هنا اللي جاي لك حالا. كامل استاذ، طوكيو تقع، عفوا تقع از نوت انترستد ماي كارتونز، في الكرتون بتاعي. يبقى هي از موست انترستد، 17 موست انترستد، اكتر اهتمام بالكرتون بتاعي. طب ليه يا استاذ ما اخترتش احنا في 17، ليه ما اخترتش ذا موست؟ ذا موست عايزه بعدها صفه، وماشي من هنا في صفه يا استاذ، ليه ما اخترتهاش برضو؟ ما اخترتهاش يا سيدي، ان ذا موست مقارنه بين واحد ومجموعه، بقول لك تقى هي اكتر اهتمام بالكرتونز، والميني ميني طبعا عمرها ما تيجي في الموضوع ده ولا في يوم. يبقى انا عندي ذا موست وعندي موست، هنا في فيرب تو بي اللي هو از، صح. تعالى كده اطلع لي حته امتى ما استخدمش ذا مع موست، اعتقد ان انا قلتها سريعا كده. ارجع لله تاني هنا يا استاذ، لاحظ استخدام موست بدون ذا تكون بمعنى فيري. I love my family but my mom most of all، أمي أكتر واحدة فيهم. لاحظ استخدامها في صيغة التفضيل his most، قالك بدون ذا بعد صفة الملكية أو apostrophe اس أو عامة هنا اللي هو ماشي. لاحظ استخدامها بدون ذا مع الأعداد الترتيبية اللي هي فكرة second و third والحاجات اللي زي دي. يبقى هنا جت بمعنى فيري يا استاذ، هي very interested، يبقى هنا جت بمعنى ايه؟ very. طب يا استاذ هنا يبقى السؤال رقم 17 بوست هنا معناه ايه؟ في طبعا في الامتحان والله يا ابني ما هتجيلك، القاعده كلها ما بتجيش اصلا. ذا شيرت وازنت ذا نوت برايس از، لان انا هاد ثوت ات فيرست في البدايه، يبقى انا اختار بيها يا استاذ سيم از ذا، سيم اسم وبعدين از اللي هي بتساوي سيميلر تو اللي قلت لك فوق. There was a big crowd، في يا استاذ big crowd زحام كبير. It was not then، طالما في زي عايز صفه زائد اي ار، بس خلي بالك هنا بقى يا استاذ الحته اللي انت قايلها لي، الحته اللي انت قايلها لي، انت قلت لي يا استاذ امتى حد انها طويله ولا قصيره. هنا اهو مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها كراودر. ليه؟ لان عندي كام حرف متحرك يا باشا في كراود، عندي حرفين، ده حرف اهو ودي حرف اهو، يبقى هي من مقطعين، يبقى هي صفه طويله. طب افرض بقى انا نطقتها كراودد، كراودد ما من مره واحده، ايه اصل انا بقي معوق غلط، يبقى انا مور ايه؟ مور كراودد، في حرفين متحركين يبقى اتنطق مرتين، يبقى صفه طويله. اور فوتبول تيم از نوت فيوز، بيقارن ما بين الفوتبول تيم بتاعنا او الفريق بتاعنا والفريق بتاعكم، يبقى مقارنه ما بين اتنين، يبقى بيتر ذان، يبقى 20 ايه؟ 21 ولساني 60، ولساني 60 ماشي، من احلى الاغاني والله اللي بحبها الويكس. 21 ذا ايجيبشن ميوزيوم از وان اوف ذا، هتلاقي نفسك بتقول لوحدك ذا موست بوبيلر، معروفه يعني والله من غير ما اقرا كلمات انت قلت اصلا ذا موست. ماشي، ايه اللي في الصفحه كده يا باشا؟ صفحه 79 في الخير. ذا جورني توك، الرحلة خدت نقاط اي اكسبكتد، انا عايز اقول لك اكتر من ما انا توقعت، عشان كده هو تعب، فاكتر مما توقع دي اللي هي ايه؟ فكرة longer than اي اكسبكتد، longer than اي ايه؟ اي اكسبكتد. 23 your homework is not اختار بي worse than last week، you seem crazy lady، انت كسول، يبقى ده راجل اقل او اسوأ، أسوأ من بتاع امبارح يا زو. Please tell me something، اخبرني شيء نقط ذان، طالما هنا في ذان يبقى حاجة من الاثنين، يا إما مور يا إما ليس على حسب المعنى. Please قول لي شيء نقط this old joke، يبقى أحسن لأن دي نقطة وحشة ما بتضحكش، يبقى هنا إيه؟ هي تختار سي. I have not time then، طالما هنا في ذان يبقى يا اما بيجر يا اما ليس، بس تعالى روح شوف المعنى، روح شوف انت هتختار ايه. انا عندي نقط وقت اللي انت عملته، يبقى انا وقت اقل ليس تايم ذان،
طب ليه ما قلتش بيجر برضه يعني؟ ايه الفكرة يعني؟ لأن الوقت يا باشا لا يعد. تعرف تعد الوقت؟ لا، كلمة تايم ما بتعدش. طالما هنا ليس، يبقى انت عايز تقول لي برضه من الملحوظات المهمة اللي بتتكرر ان ليس تأتي مع اللي لا يعد. قلت لك وانا بشرح ابدا، لازم تسمع الحل. Your problem is not difficult. مشكلتك ما هي الصعبة. It's not than ours. انا عايز اقول له هي اسهل من مشكلتنا. يبقى هتقول اني واحدة، هتقول ايه؟ easier، عشان في than عندي يعني، دي مش معانا ودي مش معانا. طب more easy، easy بتنطق مرة واحدة في حرف واحد. easy ما تقولش اصطفاء عارفين في الاول، هو الصوت، صوت على بعضه، والاي ايه بيتنطق على بعضه. ركز ركز، احنا دارسين فوناتكس وعارفين احنا بنقول ايه، ومورفولوجي عارفين احنا بنقول ايه. He speaks English as not as. انا عايز صفة صافية خالص، صفة خالص مش علاقة بيا. He speaks Arabic. يبقى انا تختار دي. لا 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 لا، بص بقى بص بقى، شفت هنا شفت هنا، ما قريتش الجملة. وقعت ازاي؟ شفت انا عن نفسي انا وقعت ازاي؟ ولا الجملة دي مهمة؟ ولا بص كده، هو بيتكلم انجليزي، هو بيتكلم عربي. طب ما ممكن اقول لك باد ولا جود ولا ويل. هو انا عندي حاجه اسمها از ويل از. اس ويل دي مش صفه، هو هنا اصلا ملوش علاقه بالصفات ولا بيقارن ولا بيعمل، لان معناها بالاضافه الى. بيتكلم عربي او بيتكلم انجليزي بالاضافه انه بيتكلم عربي. يا اهلا وسهلا لسيف، الناس بتوع الميني لانجويج مالتي. اطبيتي اطبيتي ده ايه؟ تاني اعدادي، ترم اول، ليسون 3 4 يونت 2. يا للمؤسف، احنا بندي اصلا تاني اعدادي يعني. اطبيتي يا لها من اسف، يا لها من خساره. شي ليفز سو فار، عايشه بعيده. اي ويش، اتمنى ان شي ليفد، ان هي كانت. شفت هنا اي ويش جه بعدها فاعل، جه بعدها ماضي. ماضي بسيط، القاعده بتاعت يونت 1، القاعده بتاعت يونت 1 مهمه. اتمنى ان هي تعيش اقرب. طب ما فيش اقرب بيه، بس ما فيهاش اي ار. لا، يبقى انا بقارن المقارنه الضمنيه اللي لسه شرحها لك من شويه يا استاذ، المقارنه الضمنيه اللي لسه شرحها لك من شويه. انا بقارن ما بين حاله البنيه وحاله نفس البنيه، مين اللي هيبقى هشيل زي. يبقى انا اتمنى اللي هي كانت تعيش اقرب من المكان اللي هي عايشه فيه بعيد. وصلت؟ ده المفهوم ضمنا يعني. 29 في الخير. This score is very good. But ours is better. Better أو much better. يعني عامة better مش بتاخد more يعني، لا تعد يعني. يبقى أنا نختار إيه؟ much better. 29 الأولى. This month not this is not month. هذا هو أحر شهر. يبقى أنا بتكلم هنا facts، حقيقة. لا، احر شهر يا اسطى. طب ما قلتش احر مين؟ اصل ما كررتش ما بينه وبين الشهور، بس مفهوم ان هو بالمعنى كده. الحدائق. بالايه؟ بالحدائق. ماشي. What was the not event in your life؟ ايه اعظم حدث في، او اكتر حدث سعيد في حياتك؟ يوم انت فتحت الفيديو ده طبعا، مش عايزين نشكر في نفسنا يعني. ويوم عملت لايك على الفيديو ده اعظم حاجه حقيقي يعني. فين ايه؟ هابيست، هابيست اي اس تي طبعا. هابي اخر هاي، ده رابعه ابتدائي. لما احط الاي الاي اس تي احذف الواي واحط اي عشان اظبط النطق، اعدل النطق، يبقى اي اي اس تي. ده سهله يعني. Of all the problems she had faced. اللي هي وقتها. This one is for نقط. worse. 32 سي worse. ال اس و far worse، هي اسوأ حاجة يعني. اسوأ حاجة. نرجع للجملة دي تاني لان انا فيها فكرة برضه. بس تعالى كده نخلص الصفحة ديت. I have never seen، انا عمري ما شفت such a نقط فيلم. يبقى انا اساسا هتقول صوتش ايه؟
such سي برضو funny. ايه يا استاذ، ايه يا استاذ، ودي صفة، ودي هي صفة عادية خالص، ودي هي صفة تصف الاسم المتقدم قبل. اهلا وسهلا. 34 يا استاذ هتبقى my father بيعاملنا نقط way friendly way. صفة تصف الاسم وتأتي قبله ويأتي قبلها ايه او ان، ان في حالة وجود الحرف المتحرك. كلام سهل والله، والله كلام سهل يا ابني، متعداش على نفسك. 35 كريمز اكسرسايزز، تمرينات بتاعت كريم. ار نقط اوف اول ان ماي اوبينيون، في رايي ار ذا بيست اوف اول، هي افضل حاجه. لان نقول هنا بقارن ما بين كريم او تمرينات كريم وتمرينات العامه، قال لك عشان كريم ده اسم عزيز علينا يعني. هي نقط تو فايند جوب، ياخد وظيفه، بات هي هاد نو لك، ما عندوش حظ زي. تعالوا نحط موسيقى اللي بتاعت لاي لاي لاي، بس يعني اخاف لحقوق الطبع والنشر يفضلنا الفيديو. بمناسبة الجملة دي، بقالنا أسبوعين بنلف على مدارس خاصة، خبط على الباب، السي في بتاعي، عينونا، اعمل لنا انترفيو، اعمل لنا مقابلة، طب قعدونا وشربونا كوباية شاي حتى. هنبقى يعني نبعت لك، سيب رقمك، املا الابلكيشن وانا بقى نبعت. يعني الواحد زهق يعني. طب وقف الفيديو بقى عشان ما نحزن شويه وبعدين نبقى نكمل. كمل كده بعد ما خدنا استراحه. ايه ده؟ ما رجعناش المايك، ركبنا من المايك. ماشي، نرجع بقى. 36 بتقول لك he not to find a job but he had no luck، ما عندوش حظ. يبقى هو حاول حين جاي حال. وخلي بالك يا جماعه، هارد صفه وحال، صفه وحال، يعني مفيش حاجه اسمها هارد دي خالص، دي هتحول لمعنى تاني. فهو الحال بيجي بعد الفعل، يبقى دي برضو غلط، يبقى انا راح اختار انه الاختيار الاولاني. 37 this book was worse than في ذان، ولكن ما حبيتوش، يبقى هو أسوأ من آخر واحد هي أراضي. which is the صفة EST، فهنا بس هنا في حاجة بقى، هنا بكرك ما بين اتنين lion والإليفنت، يبقى أنا هشيل دي وهشيل دي. وهتنخدع وتقول إن هنا ذا صفة اي اس تي، ده بين واحد ومجموعة، يعني هنا واحد ومجموعة ولا واحد وواحد؟ واحد وواحد بحط اي ار. طب هنا هاير اعلى وهنا تولر، يبقى انا هنختار انا يا استاذ، هتختار خلي بالك هنا ذا لايون اور ذا انيمال، مش ذا نقط انيمال اللاين ولا وانا كتاب مختارها لي تولست، which is the tallest animal. اعتقد تولر، لحظة كده بس، هو الكتاب هنا عاملها لي تولست، which is the tallest lion ولا الاليفنت، بس انا مش مقتنع بيها الصراحة، مش مقتنع ب 38 دي زي حل كده. فدي برضه من الجمل اللي انا ممكن نراجعها يعني، وان شاء الله نشوف لك حلها. تعالى كده 39 The students all feel، طلبة كلهم يشعرون not now the exam أو that إن ال exam have finished. هنا نختار happier، هما أسعد مما كانوا عليه في الماضي. 40 which is hotter، بس يا جماعة هنا برضه نفس الفكرة، يعني هنا قارنا ما بين القاهرة وبين اسكندرية. فانا قلت هوتر، يعني هون عشان هو مثلا حط لك ذا فحطيت اي اس تي، يعني ممكن هو يكون هنا بيقول اه حط اي اس تي بسبب وجود ذا، لان انا مش مقتنع بيها برضه، فده ممكن يكون هو السبب. مش عايز افتي برضه، اتاكد منها وانا اقولها لك في بدايه الفيديو الجاي، او اقولها لك في التعليق المثبت.
It was not music I have ever seen. طالما هنا في I have ever seen يبقى دي صفة درجة تالتة، يبقى ذا موست ذا بيجست I have ever seen. أنا لقيت نفسي أصلا لوحدي بقولها I have ever إيه I have ever seen. آخر صفحة دي أعتقد، دي آخر صفحة معانا. Planes are not faster than trains. هي طبعا هي اسرع اكتر، فالسرعه هنا ما بتتقاس، يبقى انت تختار هنا بي ماتش ذا نقط ذا دي القاعده بتاعت ذا مور. ذا مور طالما هنا في اي ار يبقى انا هناخد اللي هنا برضه فيها اي ار، يبقى انت تاخد ذا ليس 44 الاولى، 45 علي از ذا تولر اللي فيها اي ار يا باشا، اللي فيها اي ار يا باشا ليه؟ عشان هنا في 2 لسه قايل لك من شويه، طالما في 2 يبقى تختار اللي فيها اي ار. تمام. I think احمد is your not friend، هو صديقك your best friend، بنقول دي على بعضها اصلا best friend على صديق المقرب، مش محتاج صفات مقارنه يعني محفوظه على بعضها. 47 يا استاذ. The writer's new book، الكاتب الجديد is his not، يعني تختار هنا بي most popular عشان هنا في صفة ملكية، وفي الحالة دي تح ذف ذا. going by plane انت تروح بالطيارة is not than more than انك تروح بالاتوبيس، هو اغلى طبعا فالغلو ما بيتعدش. فلو انت قلت هنا 48، لو قلت a lot of يبقى دي معناها كثيرا من lots of. بص خلي بالك a lot of ساوت lots of، يبقى الاثنين كده طيروا بعض، طالما الاثنين ساووا بعض يبقى الاثنين طيروا بعض بالسلامه. مني ما تنفعش يبقى تختار a lot بس. علي واد بيجري بسرعه I can't run as fast as دي برضو مهمه يا استاذ. هم ضمير تختار هنا ضمير مفعول، ضمير ايه؟ ضمير مفعول. My wife is not younger than me. انا عايز اقول لك هنا في 50 a little، هي اصغر مني بحاجه بسيطه. طب ليه يا استاذ هنا ما قلتش؟ بص عامه الصغر ده ما بيتعدش برضو، ده لا يعد حته ان اصغر او اكبر. You need to be not tall to be a good basketball player. هتختار هنا برضو بي يا استاذ extremely هنا حال، اللي بقى جزئية الصفة والحال اللي هو اخر ال واي ده. which of which is one of the most traditional the most ده the most traditional 53 يا استاذ. the نقط the more معروفة معروفة. I love my all my family but I love my sister all. يبقى انا عايز اقول لك اكتر واحده فيهم بحبها هي اختي، يبقى most of all. يبقى انت خدت معايا كده اهو most of all، وخدت معايا best of all. ما فيش قبلها ذا لا ما فيش والله ما فيش، طالما في of all ما تشيل ذا. صفة ER than النهاردة، أنا عايز أقول لك الحرارة ذات نفسها ما بتتعدش برضو، يبقى النهاردة هو أقل حرارة من أو أكتر حرارة من على حسب المعنى. طيب بص كده يا أستاذ، هتختار a little زيها زي السؤال اللي هو بتاع my wife ده، يبقى كده 50 نفس فكرة 55، نفس الفكرة نفس الايه نفس الفكرة. The sooner نقط he moves out 56 بعد هتعتبرها the better، لان انت قلت هنا the more. بص يا جماعة حتة the more ده عشان بس ايه هقفلك منها خالص، هقفلك من the more دي. بص يا سيدي ركز معايا كده، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على النبي. هات الوايت بورد، الدنيا قفلت ولا ايه؟ هات يا ابني الوايت بورد.
بص يا سيدي، لما اقول لك يا استاذ ذا مور ذا مور، ايه حوار بقى ذا مور ذا مور ده؟ واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة، ايه حوار ذا مور ذا مور ده؟ معناها بالعربي كلما، كلما اللي هي ذا مور ذا مور. ممكن لما يجي لك ذا مور يقول لك ذا ويجيب لك صفة فيها اي ار، يبقى هو ثبت هنا دي ويجيب لك هنا ذا مور. ممكن يجيب لك ليس وهنا ليس، ممكن هنا يجيب لك صفة اي ار ويجيب لك هنا ليس. وصلت؟ الدنيا كويسة. طيب نرجع تاني، the same عايز بعدها اسم، الاسم هنا age لأن كل دي صفات. نيجي ل 58، one of my roommates، كلمة roommate زي classmate زميل غرفة. I like ندى، عايز أقول لك دونا عن كل زميل الغرفة يا أستاذ أنا بحب ندى الأكتر. يبقى هنا اختار بيست 58 سي 59 yesterday was hot and today is hotter. قلت لك مقارنة ضمنيه، اليوم هو اليوم يعني. اخر خمس جمل معانا قبل ما نختم، وخمس جمل دول بقول لك think carefully، فكر بحرص. هنا 60 يا استاذ، this exam seems يبدو شروع وحواس، شروع وحواس عايزه بعدها صفه، كلهم صفات ما شاء الله. الامتحان ده نقط الامتحان اللي قبله، you don't have to worry ما تقلقش، يبقى هو ده اسهل من، اسهل يبقى easier than the previous one ما تقلقش. 61 عادل مش نفس سن حاتم، he is really هو حقا اصغر younger برضه بدأ هنا عادل. طب ليه ما قلتش اي اس تي؟ اس تي مش لازم اس تي، اس تي واحد مجموعة ودي برضه واحد مجموعة، ده مش في نفس سن ده يبقى هو اصغر منه. حصلت؟ هي از ريلي، طب ممكن تكون اولدر برضه، مش مقتنع على 100 برضه. عادل ازنت از اولد از، مش في نفس سنه يعني، عادل اصغر، ممكن يكون عادل اكبر ولا اكبر منه برضه. الجملة دي مش انا عن نفسي انا مش مقتنع بيها. مية از سمولر ذان مي، اصغر مني يعني 62 مي ممكن تيجي صح. وخلي بالك برضو ممكن اقول اي ام عادي، ف هتاخد ايه وبي الاثنين يا استاذ، يبقى 62 كده الاختيار دي. 63 شي ريد، خلي بالك ده في الماضي لان لو كنت في المضارع كان قال لك ريدز، دي في الماضي خلي بالك. از نقط از شي كود، يبقى هنا عايز از صفه، يبقى هنا اساس 63 هتاخد ماتش از، ماتش از يبقى بصدر برضه معناها بامكان يعني، هي ارت بقدر المستطاع، بقدر مستطاع ما عرفت يعني. الشقه بتاعته از اكسبنسيف از، لسه قايل لك من شويه 64 هتختارها السي. وايه الفرق بقى يا استاذ ما بين 64 و 62؟ خلي بالك عشان الفكره هنا يعتبر واحده شويه. هنا يا استاذ الاثنين عاقل، اخترت مي واخترت ايام، هنا بتكلم عن شقه غير عاقل، فانا هختار ماين، وماين هنا يقصد بيها شقتي. احمد رين نقط فان علي، عفوا علي رين نوت فان احمد. 65 هتبقى مور كويكلي، يا استاذ قلت كويكلي ما اعتبرتهاش كويكلي. بص يا سيدي كلمه كويكلي هنا تكشف الحته دي مهمه على فكره. هو انا بقول لك يا استاذ مور صفه صح، فان صح كده. طيب الصفه هنا، طب ليه انت قلت كويكلي حال؟ ليه انت قلت كويكلي حال؟ فهنا يا استاذ انا بقول لك هو بجري اسرع من،
هي السرعة بتصف الجري، يعني هو جاب لك هنا رين، فهمت حاجة؟ طب بص هات كده الجملة دي كده اختم بيها، انقل لي كده الجملة دي هنا يا أستاذ عشان هيكون الختام على الجملة دي إن شاء الله. ويعني أي ثينك مش هقدر أكمل اللي أنا أصور كمان فيديو النهاردة، ممكن بكرة بقى، الأسبوع ده ممكن نسجل فيه كل يوم. بقول لك هنا علي رين نقط، فكرني كده نسيت، ذان أحمد، ذان أحمد ماشي. ونفس الجملة دي هقول لك علي، علي ماشي إز نقط ذان أحمد، وأديك نفس الاختيارات وأنت اللي هتحكم. اختيارات بتقول إيه؟ ليس كويك، آس كويك، كويكر، أهو الاختيار بالأحمر ليس الأحمر يا بيه، امسح ده، ليس كويك، اختار التاني، آس كويك كويكر، آس كويك كويكر، مور كويكلي، آخر حاجة مور إيه؟ آخر حاجة مور كويكلي، مور كويكلي. بص يا سيدي، الأولى والثانية إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم اللي ده فعل أساسي وده فيرب تو بي. طالما فيرب تو بي هعمله معاملة مقارنة صفات، أز صفة أز، أو هنا في زان صح؟ يبقى هنا إيه هتختار؟ كويكر، كويكر وصلت؟ يبقى هنا الاختيار الثاني هختار فيه كويكر، كلمة كويك تحط لها إيه إيه؟ إي آر عادي، واحد وواحد، لأن هنا فيرب تو بي. طب ليه هنا اخترت حال؟ لأن هنا في فعل إيه؟ فعل أساسي. والله العظيم جملة مهمة، أقسم بالله جملة مهمة، فهمت حاجة؟ هو أنا لما أقول لك أستاذ قام، شفت أنت فكرة هي إز فاست هو سريع، وفكرة هي رانز تختار إيه بقى؟ هو هنا فاست عشان فاست صفة وحال، بس تختار كويكلي صح؟ فهنا هتختار إيه؟ الحال اللي هو فكرة مور إيه؟ مور كويكلي ذان. يعني يا استاذ عادي اقول لك مور صفه زان او مور حال، حال لو الفعل اللي عندي فعل اساسي. شكرا شكرا. ان شاء الله على الحصه الجايه زي ما قلت لكم هكون بكره ان شاء الله زي دلوقتي. والله الموضوع يا جماعه بيبقى مجهد، يعني انت بص حتى لو بصيت على على التوقيت عندي تحت اهو، تحت اهو في اللاب، الساعه دلوقتي 12 وثلث، داخل على نص وخمسه كمان 24 دقيقه. يعني انا لا عم اخلص مونتاج ولا مع البرنامج ذات نفسه يبدا يعمل اكستراكت استخلاص للفيديو اللي هو فكره التحميل ده قدامنا لحد 3 بالليل 4، ولا عم اخلص واقعد اكتب في السكريبت وارفعه لك على اليوتيوب يطلع 5 6 الصبح 7 الصبح، واحنا اصلا ورانا شغل الصبح يعني. تمام، فشوف لحد كده قناه محتاجه دعم، محتاجه اشتراكات، حاول تشاركها في جروبات، حاول تظبط الدنيا، لان زي ما قلت لك الادسنس اترفض، وانا مش عارف القناه دي هل هتجيب ربح، حتى الاعلانات لو تلاحظ الاعلانات اتشالت، فانا مش عارف هل الارباح هتبقى عامله ازاي، هل اكمل ولا، عشان بس الواحد يلاقي مجهود او يلاقي، يعني لو يلاقي عائد مادي يخليه يقدر يبذل مجهود انه يقدم المحتوى كويس ويطور منه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.